بسم الله الرحمن الرحيم. لدينا درس اليوم عن الإزاحة. لدينا درس عن الإزاحة. في البداية لاحظ لدينا شكلين، الشكل الأول باللون الأصفر شكل رباعي، والشكل الثاني باللون الأزرق. لاحظ الآن أن الشكل اللي باللون الأصفر تم إزاحته بمقدار معين إلى أن وصل إلى اللون الأزرق. لاحظ الآن، في البداية دعونا نأخذ مجموعة من المعلومات راح تفيدنا بمشيئة الله في عملية الإزاحة. بالنسبة لإحداثيات X عند الإزاحة إلى اليسار فنعلم أن الإحداثيات بالسالب، وعند الإزاحة باليمين فإن الإحداثية بالموجب. كذلك بالنسبة لإحداثيات Y، عندما الإحداثية Y بالسالب فإن النقطة تنتقل إلى الأسفل، كذلك عندما تكون بالموجب فالنقطة تنتقل إلى الأعلى. لاحظ النقطة، إحدى النقاط في الشكل الرباعي، إحدى النقاط في الشكل الرباعي باللون الأصفر، نأخذ إحدى النقاط ولتكن النقطة الموجودة بالزاوية، النقطة الموجودة هذه بالزاوية. في البداية خلونا نأخذ إحداثيات النقطة ولتكن 1 و5. هذه بالنسبة للإحداثية الموجودة في الشكل الرباعي، موجودة الزاوية هنا. بالنسبة للإحداثية الموجودة بعد الإزاحة، لاحظ أن تم إزاحة الشكل باللون الأصفر إلى اليسار خطوة واحدة وإلى الأسفل خطوة واحدة. لذلك إحداثيات الإزاحة ومقدار الإزاحة عبارة عن سالب 1 بإحداثيات X وسالب 1 بالنسبة لإحداثيات Y. لاحظ الآن في النقطة باللون الأزرق بعد الإزاحة هي عبارة عن 0 و4، 0 و4. الآن عرفنا مقدار الإزاحة اللي هو سالب 1 إلى اليسار بالنسبة لإحداثيات X وسالب 1 بالنسبة لإحداثيات Y. دعونا نحل هذه حل جبريا. في البداية لدينا النقطة X و Y، بعد الإزاحة تظهر لدينا X زائد A و Y زائد B. الآن بالشكل الأصفر لدينا النقطة 1 و5، بعد الإزاحة ظهرت لدينا 0 و4. الآن نبدأ نحل المعادلة. في البداية لدينا بعض المعطيات X تساوي 1 و Y تساوي 5. في حل المعادلة X زائد A يساوي 0، X زائد A يساوي 0. وحل المعادلة الثانية Y زائد B يساوي 0، يساوي Y زائد B يساوي 4. الآن لدينا معادلتين، راح نحل هالمعادلة لإيجاد A وإيجاد B اللي هو مقدار الإزاحة. X زائد A يساوي 0، X تساوي 1، إذن 1 زائد A المطلوب إيجادها يساوي 0. بطرح سالب 1 من الطرفين، لاحظ هنا الواحد مع سالب 1، والA تساوي سالب 1. الآن نحل المعادلة الثانية لإيجاد قيمة B، Y تساوي 5 زائد B، وهذا يساوي 4، الآن حل المعادلة بطرح 5 من الطرفين
خمسة مع خمسة بتروح، إذن بي تساوي أربعة ناقص خمسة، إذن بي تساوي سالب واحد. وهذا ما وجدناه من بمجرد النظر إلى الشكل باللون الأصفر، وعندما إزحنا إلى اللون الأزرق وجدنا أن تم الإزاحة سالب واحد، سالب واحد إحداثي X، وكذلك سالب واحد بالنسبة لإحداثي Y. إذن مقدار الإزاحة هو عبارة الـ A والB، عبارة عن A يساوي سالب واحد والB يساوي سالب واحد. وشكرا لكم.